الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يؤكد الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم، بعثه من البشر، بعثه من قريش، بعثه من العرب، بعثه ليكون نموذجا لهؤلاء البشر، وحكمة الله اقتضت ذلك، لأنه ربما لو بعث من جنس آخر أو من نوع آخر من الملائكة أو غير الملائكة لقال الناس بأنما كمل خلقه وجمل سلوكه ونضجت تربيته لكونه ملكا أو لكونه كذا أو كذا، ولكن الله عز وجل يبين لهم بأن هذا الإنسان الذي أرسل إليكم أو هذا الرسول الذي بعث إليكم فهو منكم، فهو بشر مثلكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، غير أنه يمتاز بأمور ويمتاز بإخلاق ويمتاز بصفات تفطنوا إليها وانتبهوا إليها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذا الرسول الذي يتألم ويصعب عليه أن يراكم في هذا الضلال الذي أنتم فيه، انحراف في العقيدة وانحراف في السلوك وانحراف في الأخلاق، عزيز عليه ما عنيتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على هدايتكم، حريص على أن تسلكوا صراط الله المستقيم، حريص على أن تبتعدوا عن هذه الموبقات التي نزلت بكم إلى هذه الدركات، حريص عليكم على أن تجتنبوا هذه السيئات وهذه الأعمال التي تزري بكرامتكم، حريص عليكم لأن هذا النبي الذي هو منكم، الذي هو من جلدتكم ومن قومكم ومن لغتكم ومن بيئتكم، ولكنه يمتاز بما يمتاز به، وهي هذه الصفات الجليلة التي أضفاها الله عز وجل عليه: عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عز وجل هو الذي يتصف بهذه الصفات ويتصف بهذه الأسماء، فهو الرؤوف فهو الرحيم، ولكنها
منحها لهذا الرسول الذي اصطفاه واختاره ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وليكون هو الذي يدعو الناس إلى رب العالمين، هو الذي يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم، ويدعوهم إلى أن يتخلصوا من كل ما يمكن أن يصيب إنسانيتهم ويزري بكرامتهم ويبعدهم عن صراط الله المستقيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا تنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على هداية قومه، على استقامتهم، على إيمانهم، على أخلاقهم. يا محمد لا تحمل هما، فإن تولوا فإن أعرضوا عن دعوتك، فإن أعرضوا عن الدين، فإن أعرضوا ورفضوا الاستجابة لدعوتك فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لأن الهداية من الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإن كان الله عز وجل منح لرسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الصفات، ومن بين الصفات التي منحها له هو أنه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ولكن الله عز وجل صاحب العرش العظيم هو الذي يعلم ما في هذه النفوس، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم من ضل ومن اهتدى. جعلني الله وإياكم من المهتدين، والسلام عليكم ورحمة الله.